لا يفكر يا ابني الإنسان أنه هو فهمان يعرض نفسه على القرآن. القرآن موجود، كلام الله موجود، هاي الرسالة إلي خاصة وإلك خاصة، كل واحد بياخذ الرسالة خاصة إله. لا يقرأ القرآن قراءة البركة بس، بده يقرأ صحيفتين ثلاثة جزء، قرأ آية وفهمها أحسن ما تقرأ الكل وما تفهم شيء. قراءة القرآن، الله لما أنزل القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام كان لما الوحي ينقضي يكرر النبي مشان ما ينسى يكرر الآيات، فالله أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرك به لسانك لتعجل به جمعه وقرآنه. نحن بنجمع لك يا في قلبك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لما بتقرأ الآية اتبع الآية وما فيها، هذا الذي كان يتفضل به رسول الله عن كل أمته. الأمة بتقرأ القرآن للبركة، أما النبي كان يقرأ القرآن للعمل. لذلك قالوا يا رسول الله إنا إذا سمعنا القرآن منك وجدنا له لذة غير ما نقرأه. نحن ما عم نشوف الطعمة، لما بتقرأ أنت ملاقي فيه له معاني طعم طعمة. فالنبي قال أجل أنتم تقرؤونه لظهر وأنا أقرأه لبطن. أنتم بتقولوا ظاهر الحروف، أنا عم بقرأ الروح. قالوا يا رسول الله ما الظاهر؟ الظاهر من البطن. قال أنتم تقرؤونه هكذا، وأمر بيده صلى الله عليه وسلم وأنا أقرأه أتدبره، بفهم معناته بفهم آياته. هذا الفرق. فمن كان في هذه أعمى، أعمى عن الهداية، أعمى عن كتاب الله، أعمى عن أولياء الله، أعمى عن شريعة الله، أعمى عن الطاعات والعبادة، أعمى ما عم يلتفت للأمور كلها، فهو في الآخرة أعمى.